شوف يا زكي، بقى انا خدمت في القلعه، المسجون الملاوع بخرب بيته، والصريح معايا بريحه على الاخر. انا تحت امرك يا سعاده البيه، ولو اني يعني انا مش مسجون. بالنسبه لي انا مسجون. حاضر. انا مسجون. شوف، هتبقى صريح معايا، هتبقى حبيبي، هتلاوع. انا عايزك بقى تبقى الراجل بتاعي في العطفة وبرا العطفة، زي ما كنت عين عبد الباقي، ويمكن دراعه كمان. لا مؤاخذة يعني مش فاهم، يعني مش فاهم. جرايه يا زكي، هتتلائم؟ لا ابدا يا سعاده بيه، وانا اتلائم ليه يعني؟ ما علينا، وانا كمان مش عايزك تبقى دراعي، لان انا دراعي قوي. انا عايزك تبقى عيني، تشوف اللي بيحصل هنا وفي العاطفة وفي اي مكان تاني، بس على شرط، لحسابي انا. حاضر يا فندم، حاضر. هو قول يا زكي، قول ما تخافش. بس يعني شوف يا بيه بقى، هو بيقولوا ان قلت ما تخاف وان خفت ما تقول، وانا اصلا عشت طول عمري مع الاجانب واحب مبدا خد وهات. برضه سعادتك عارف ان التعب والعرق ده له تمن يعني. فهمت يا زكي. استغفر الله، لا لا، معقوله يا بيه انت مخ سعادتك راح فين يعني؟ لا امال ايه يا زكي؟ يا بيه ده انت طول عمرك خيرك علينا. انت هتتلائم؟ اعوذ بالله. وانا اقدر، انا اقدر يا سعاده البيه. امال ايه يا زكي؟ شوف يا سعاده البيه، انا عايز من سعادتك خدمه صغيره، وانا اللي هدفع. تتفرج على مصر؟ مصري؟ نعم، مصر زي الدم في عروقي. زي؟ ما معنى زي؟ أنا أعرف لغة عربية فصحى فقط. زي يعني
يعني مثل زي زي. أنا أفهم. أنا كريستين. وأنا سمير. هل رأيت باريس جيدا؟ ليس كثيرا. أمال فين سليمان؟ باين عليه عيان. لو ما فتحش بكرة نروح نزوره. أصله وحداني. سيبك من موضوع دار خوخة ده دلوقتي. أنا عايزك تبتدي تشتغل معايا من بكرة. من النهاردة حتى لو أمكن. وعلى سبيل المثال موضوع حسن ده. ايه حكايته مع مس عادل؟ دي تهم ساعتك؟ انا كل حاجه تهمني، والصغيره قبل الكبيره، وبعدين ده شغلي وانت تلزم حدودك، فاهم؟ مع السلامه. اهلا اهلا استاذ سمير. اهلا. كنت بتعمل ايه جوه؟ لا ابدا، دي زياره وديه. عن اذنك. اهلا يا سمير. ايه، مفيش مساء الخير؟ مساء الخير. انا اصلي كنت فاكر بابا هو اللي قاعد في مكتبه. طب ما انا وبابا واحد. انا مش اخوك الكبير؟ اي خدمه؟ ايوه، انا كنت جاي اشتكي لك منك. ايه اللي عملته في العطفه ده يا فوزي؟ كل خير. وليله المولد. ما هي الناس لازم تبطل الخزعبلات دي بقى. الموالد مش خزعبلات يا فوزي. بس انا رايي كده. بس انت كذبت. قلت لهم ان عبد الباقي هو اللي مش عايز موالد. فهمت. انت بقى كنت جاي تسأله قال ولا ما قالش؟ انا مش جاي احقق معاك يا فوزي. انا مندهش من تصرفاتك مع اهل حتتك والناس اللي انت منهم. انا مش منهم، دول حسالة. لو سمحت ما تقولش عنهم كده يا سمير. يا حبيبي، انت اصلك مش عايش في الدنيا. الحياه ما هياش كتاب ولا رحله، الحياه اكبر من كده بكتير. علمني الحياه يا سي فوزي. انت فعلا ما تعرفش الف بيه الحياه، ومش عايز تعرف. سمير يا اخويا، انت عايش على هامش الحياه، على الهامش. واللي زيك كده ما يعملش حاجة أبدا، يقول ويتكلم كتير لكن ما يعملش حاجة خالص.
يعني يا سيدي بقى عايز نعمل ايه؟ او انت مثلا خدت لسانس الحقوق عملت بيه ايه؟ ولا حاجة، عايش عال على ابوك. قلت تسافر باريس عشان تعمل تحاليل، وبعدين قال ايه استهوتك الحياة الفنية والثقافية هناك. يا سمير يا اخويا، في ناس كتير قوي 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 زيك كده، يتكلموا كتير وما يعملوش حاجة ابدا. النوع بتاعك ده بقى ما ينفعش هنا في عاطفتنا. انا مش عايز اتكلم في الموضوع ده تاني، انا عارف كويس قوي انا بعمل ايه. عارفه يا مسعده، انا نفسي احطك جوه عينيا واخبيكي عن عيون الدنيا كلها وعن عيون كل الناس. الله، ده كان يبقى اجمل مخبأ يا حسن، عشان انت عينيك حلوين. مش اجمل من عينيك يا مسعده، ده انت عليكي اجمل عيون في الدنيا، بحر بني سهر ليالي طوال. مسعدة حسن، ال حسن الفجر لسه طالع والعطفة هس. العطفة هس. لو كنت شاطر حسن امسكي. امسك ست الحسن والجمال؟ اه، ده يبقى يوم المنى. استنى كده. طب انا همسك الترابيزه برضو انا كمان. Ha 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 ha!
الاوضه يا مين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله. أنت إيه اللي جابك هنا؟ أنا كنت خارج من دار أختك. وبعدين؟ وبعدين قلت يعني اخرج من هنا وما لقيتش غير انك تخرج من هنا. اصلي يا سي فوزي اعوذ بالله يعني بسم الله الرحمن الرحيم سمعت اصوات وخبط زي ما يكون صوت عفاريت. اصلي في هنا أوضة مسكونة. أعوذ بالله. اوعى تقرب منها. حاضر يا سفاوز حاضر. وتاني مرة ما تبقاش تلف الباب اللي وراني من هنا. حاضر. فاهم؟ حاضر يا فوزي بيه. يلا غور. جاتك البلد في حباوتك. لك ايه ولا ايه يا ابني؟ بيحكونا عن فنان قديم جه مصر مع الحملة الفرنسية. الفنان ده كان مغرم بمصر الفاطمية. نزل في دار خوخة قعد فيها واستريح وحبها قوي. اصله كان من اصل جزائري. قعد في دار خوخة وطول قوي. أصله بينه وبينك قلبه مال وحب واحدة من حفيدات الست خوخة حلوة سبحان الخلاق العظيم. وجمالها ولا في الأساطير. ورسمها في صورة من أجمل وأحسن ما رسم فنان. وتعالى اسأل عمتك خالدة وهي تقولك أتشار يعني رحت غبت وقلت عدولي. لا ابدا بس ما لقيتش حاجه مهمه تستدعي والا
كنت جيت على طول. اللي انت تشوفه مش مهم، جايز يبقى مهم عندي انا يا زكي. ما افتكرش طبق فاضي بحياتك. ما افتكرش يعني مثلا يهمك ان الواد رمضان ابن صفية يهمك انه راح الجيش؟ لا. طب يهمك مثلا انا هشتري دار خوخة؟ ايه؟ ايه؟ مهمة دي ولا ايه؟ انت اللي هتشتريها؟ ايوه ان شاء الله كده هعملها كازينو سياحي. ما قلتش كده على طول ليه؟ دي تهمك في ايه؟ دي هي دي اللي تهمني. احنا من النهارده هنبقى شركة يا زكي. لازم نشتري دار خوخة، يا اما نخلعها من زكي ونديله السمسرة. نعمل بيها ايه؟ نعيش فيها. طب ما احنا عايشين اهو، حد يسيب الزمالك ويروح عاطفة خوخة برجليه؟ معقولة دي يا نشوة؟ معقولة ونص. انا هشتري دار خوخة وهتبقى الكلمة في العاطفة كلمتي انا، ساعتها اقدر اطرد صفية وبنتها زي ما طردونا زمان. يا بنتي انا 100 مره قلت لك انا زمان ده انا نسيته. زمان ده بياكل في قلبي وانا مش قادره انساه. انت ازاي قدرتي تنسيه؟ ازاي قدرتي تنسي صفيه لما طردتك من البيت وانا على كتفك؟ ازاي تنسي عفشك اللي اترمى بره البيت والطوب اللي اتحدف عليكي؟ ازاي تنسي رميانه بره البيت زي نشوه؟ وما كانش في حته تلمين انا وانتي شويه الكراكيب، وهي عايشه في العاطفه ولا على بالها حد ولا حد بيكلمها، كان العاطفه دي عاطفتها ولا على بالها اللي اتحرق وعايزاني انسى. لكن يا نشوه انا ماما، انا بستنى اليوم ده من يوم ما وعيت على الدنيا. ان شاء الله اموت بعده هستريح. بعد الشر عليك يا حبيبتي، انا بس خايفه عليك.
ابدا الكلام ده مش مظبوط. ما كانش فيه علاقه بين الفنان والبنت. حرام كل الحكايه ان العيله سمحت للبنت انها تقف قدام الفنان عشان يخلدوا ذكرى جدتهم الكبيره في صوره، لان البنت دي كانت تشبه الست خوخه في كل تقاطيعها، حتى انهم سموها الست خوخه مع انها ما كانتش اتجوزت. وايامها وقفت كده قدام الفنان ده بكل بساطه؟ لا، ازاي؟ خدت حكايه انها تقف قدام الغريب اخد ورد كتير، عشان التقاليد اللي كانت بتقول ان حريم الدار ما تفتحش المشربيات ولا تشوف النور، فما بالك كده تقف قدام راجل غريب عشان تتصور. جنس مخلوق هترجع هنا وتموت هنا. لا لا صدقوني، بس اخرج من هنا، اخرج من هنا وافتح دكاني ومفيش جنس مخلوق هيقعد معايا، صدقوني. اهو كده براوة عليك. يلا يلا يا الله. يا الله يا اخوي. يا الله. قدامي ماشي. يلا بلاش لكاعة. سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه لما جاي يتجوز فاطمة الزهراء رضي الله عنها كان من فقراء المسلمين. النبي عليه الصلاة والسلام قال عشان يزكيه إنه سيد في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين وإنه أكثر الصحابة مالا وأعظمهم حلما وأولهم إسلاما. وبارك الله في هذا البيت الذي أسس على التقوى. لكن سيدنا الحسين كان ليه معزة خاصة عند الرسول عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. وردت في الحسين أحاديث كثيرة كلها تفيض بالحب والحنان، منها حسين مني وأنا من حسين،
وأحب الله من أحب حسينا. يا شيخ صالح، احنا بنيجي نصلي ونقعد في الحسين لكن مش عارفين أصله. معاوية بن أبي سفيان استحدث في الإسلام بدعة لم تكن موجودة من قبل، هي توريث الملك، وولى ابن يزيد الخلافة في حياته. يزيد لم يكن أهلا لهذه الخلافة، المسلمين اعترضوا، وعلى رأسهم مين؟ سيدنا الحسين. الله أكبر. الله عنه. وبعدين كانت مذبحة كربلاء. ليه يا شيخ صالح؟ لأن سيدنا الحسين خرج مع أهله، وكانوا حوالي 40 منهم نساء وأطفال، وكان جيش ابن زياد يزيد على 4000. سيدنا الحسين أراد إنه يفضل في مواجهة الموت وحده قدام 4000. قال للي معاه لما شاف قوة ابن زياد: لقد بررتم وعاونتم والقوم لا يريدون غيري، ولو قتلوني لما ابتغوا غيري أحدا، فاتخذوا من ظلام الليل ستارة. صحيح، الليل ستار. لكنهم رفضوا وقالوا: بل نموت معك. ولم ينجو من المذبحة إلا ابنه زين العابدين. إيه، فين الناس دي دلوقت؟ الله، ما هم ولاد دلوقتي، هم أحفاد ولاد زمان. إزاي تطلع القدرات اللي فيهم؟ هو ده السؤال. رمضان ما بعتش جوابات يا مسعدة. معلش يا يما، أيام التدريب الأولاني بتبقى صعبة حبتين. أنا تعبت يا مسعدة. يا ندامة، تعبتي؟ يلا نروح يا يما. أنا تعبت مش من النهاردة، أنا تعبانة من زمان. عايزة أطمن عليك، نفسي أشوفك شجرة مفرعة بتضل لعطفة خوك. إلا الواد حسن، أخباره إيه؟ يوم حسن طيب قوي، بس هو حيفضل كده زي العبد في دار خوخ. أم ما سمعتيش؟ مش بيقولوا زكي هيشتري دار خوخة؟ وصدقتي دار خوخة دي لا بتتباع ولا حد يقدر يشتريها. ومين؟ زكي. ياما ما يغركيش منظره. شوفي بقى، إذا زكي فكر يشتريها يبقى هيشتريها لحد غيره. زكي ده أنا عارفاه، ده بيخاف يطلع الملين من تحت البلاطة لحسن يتهوى. حقا ياما، ده عبد الباقي يفرط في عيل من عياله ولا يفرطش في الدار دي. تقومي تقولي لي يبيعها. عايزين نقابل عبد الباقي. 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 لازم نقابل عبد الباقي. انا عملت كشف حساب بالخسائر اللي حصلت في المحل، وانا كمان، وانا عندي تلفيات 100 جنيه. انا اتخرب بيتي. خلوا
خليهم يقابلوا سعد الباقي يا سفاوز. مين فيكوا بقى عايز يقابل عبد الباقي؟ ايه يا صفية؟ احنا مش كنا اتفقنا؟ انا ما بتكلمش عشان ناس يا سفاوز، انا بتكلم عشان دول. لازم سعد الباقي يعوضهم، دول ناس غلابة. فهمت. وانت بقى عاملة الزعيمة لما الناس دي كلها علشان تهدي دار خوخة؟ انا اهد دار خوخة؟ دي لو وقعت منها طوب احط دراعي مطرحها. شوفوا خسائرها ايه وعوضوها. صفية برضو مننا وعلينا. انا ما باخدش عوض يا سفاوز، انا عوض على الله. انا بتكلم بدل الناس دول اللي خايفين حتى يطالبوا بحقهم. على كل حال عبد الباقي راجل عيان ومش ناقص مشاكل. ربنا يهد القوي. متهيألي ان حضرتك عملت اللي عليكوا زياده. دي الناس كلها بتحبك وإيديك البيضة في كل مكان وكله تمام، بس أنا صعبان عليا أني أشوف حضرتك كده على طول وحيد مش مستمتع بالدنيا. إيه رأي حضرتك لو أخدت لك بيت في مصر الجديدة، بيت يليق بمكان حضرتك دلوقتي؟ ودار خوخة دي نتصرف فيها ان شاء الله نبيعها. دار خوخة ما تتباعش. يا ما عشنا